هشام، هشام الحقني يا هشام، الحقني يا هشام، انا في مصيبه. طب اهدي وفهميني في ايه. انا جاي لك دلوقتي حالا، بس خليكي معاكي التليفون وفهميني في ايه بالظبط. صاحبتك بقى هيجي اكتر من نص ساعه في الحمام، هتقومي تشوفيها. هشوفها. على فكره انت لو عايزه تخشي الحمام الاولاني فاضي، ما خلاص زياد خرج منه. لا انا بس يعني بس مستغربه. هشام ازيك يا سماح؟ ازيك يا حبيبي، مش عاوزك تيجي بدري يعني. سماح روحي دلوقتي. ايه؟ زي ما سمعتي، روحي دلوقتي حالا. هو في ايه؟ عندي مشكله مع منى، مش هينفع نتكلم قدامك. أنا سايب الشغل مخصوص عشان أحل المشكلة دي، يلا. طب اهدى بس، ما قلتليش يعني إن في مشكلة. بيسلميني على محمود كتير. يلا، سلام. شو يا بطل؟ مفكر حالك رح تهرب منا؟ شيلو لك. تفتكر الراجل ده هيوافق نقعد عنده؟ متقلقيش، ان شاء الله هيوافق. انت متاكده؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. دكتوره منى، المقدم هشام، يحيى بيه العسال. اهلا وسهلا سياده المقدم، اهلا يا دكتور. ايه؟ انت جايبه قرايبك تعرفوا عليا ولا ايه؟ دول أصدقائي. الحقيقة إحنا واقعين في مشكلة وكنا محتاجين مكان أمان نقعد فيه يومين بس. يا سلام، سيادة المقدم واقع في مشكلة وعايز مكان أمان، والمكان ده عندي أنا؟ لو هنعمل مشكلة ممكن نمشي. طب أنت هتقعدي معاه؟ منورنا يا سيادة المقدم. ميرسي. اتعشيت ولا تنام خفيف؟ دي ايه الحبايه دي؟
دي هتعمل لك خلل في البنكرياس وهتجيب لك غيبوبة سكر. لا انا كده اطمنت. لا اطمن، هيدخلوك المستشفى وطول ما انت تحت عينيهم هيبقوا حريصين على حياتك. دخلة زروجي. أول ما يخلص المحلول لازم تاخد دي. لما تتعافى إن شاء الله هبعت لك حد علشان يقربك من المستشفى. ممكن افهم؟ ناوي اعمل اللي يرضي ضميري. واللي يرضي ضميرك انك تخون صاحبك؟ عمر طلب الورقه من منى وده حقه، بس لازم نبقى عارفين اللي احنا بنعمله صح وهيخرجنا من المصايب اللي احنا فيها. مصايب ايه؟ كفايه الست اللي اتقتلت ده، لولا انا ظابط كان زمانكم في السجن دلوقتي. الست اللي اتقتلت اتقتلت دفاعا عن النفس، وانا كنت شاهده على كده، والورق لازم يروح لعمر. مش قبل ما نتاكد من الورق؟ ورق ايه وزفت ايه؟ مش لما نخلص من البلوه اللي بره الاول؟ مساء الخير. في اوضتين اتوضبوا عشانكم، بعد العشاء تطلعوا تستريحوا فيهم. يلا يا اخوان بسم الله ونبتدي. ميرسي يا يحيى. ميرسي يا يحيى، مش كده عيب. واي حاجه تحتاجوها الشغالين سهرانين طول الليل، اضربي لهم الجرس في لحظه هيكونوا عندك. بعد اذن حضرتك يا يحيى باشا، البدر بيستاذن الباشا يركن العربيه على جنب عشان يعرف يشتغل. لا لا، رايح فين؟ كمل عشاك. هات المفتاح، خد يا مفتاح. يحيى انا عايزاك في كلمتين بس. ها؟ عن اذنك. عن اذنك اتفضل. بعد ما مشيت من عندي عملوا تحليات في المنطقه، عرفوا انك انت على صله بيا، واللي هو كمان اللي اتصل بيا بالتليفون، على فكره الراجل ده محترم وبيحبك جدا، وهو اللي قال لي ان انا اقابلك هنا، هو واداني التليفون ده عشان اديهولك. ده
التليفون بتاعه هو وقال لي ان انا اسجل نمرتي على الموبايل لو احتاجتني في اي وقت انا تحت امرك. روح انت يا فندم. لا لا انا موجود هنا اهوت عشان اخدمك اي مشوار انت عايز تروحه. وقال لي ما تخافش. لو حلفت ولو احتاجتك اكلمك. اديني يا ستي بقينا لوحدينا. عاوزه تقولي ايه؟ انا عايز اسالك سؤال. اسالي. انت بتثق فيا؟ الثقة دي ما تجيش كده بالسهل. الثقة بتيجي بالعشرة أو بتيجي الواحد زي كده بيتكل على الله ويثق وخلاص. طب أنت مش عايز تعرف إحنا مستخبيين هنا ليه؟ بصراحة مش عايز أعرف. بس أنا عايز أقولك. خلاص قولي. ايه ده؟ انا مش عايز اعرف. ايه ده؟ انت اللي عملت كده؟ انت عايز تجيبي لي هارت اتاك؟ لما تلاقي حياتك قصاد حياه حد تاني هتعمل ايه؟ لما تلاقي حياتك قصاد حياه اي حد تاني يبقى انا هحميكي. ولو كنت انا موجود كنت انا اللي هقتل. يعني مش من حاجة أبدا. طول ما أنا عايش على وش الدنيا دي ما تخافيش من حاجة. يلا خش طمني أصحابك. أنا مش عارف ألاقي منى. ولا رضوى ولا هشام. أنا عارف. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في مشكلة حصلت عندهم في البيت. إيه المشكلة؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ قول لي. في واحدة اتقتلت عندهم. كانت بتحاول تاخد منهم ورق خاص بيك. وراحوا فين؟ التلاتة هربوا. فين يعني؟ معرفش، بس آخر مرة اتشافت فيها عربية هشام كان على طريق مريضين. عمر. الورق ده ليه علاقة بموضوعنا؟ طبعا. رضوى هي اللي ممكن تخبيها. دور على رضوى يا عمر. دور عليها. رضوى فين؟ معرفش. رضوى فين؟ والله العظيم معرف. اسأل عسال. مين العسال؟ يحيى العسال ده رجل اعمال معروف اكيد انت عارف. رضوى ماشي معاه من دول. كيف صباح النور. استاذ يحيى العسال موجود؟ حضرتك ممكن تسيب الظرف هنا، هو لما يجي هيبقى يشوف. لا يا فندم، اصل دي حافظه المستندات، شيكات بحوالي $500,000، لازم يسلمها بنفسه. بس انا فعلا ما اعرفش العسال بيه فين، هو بره القاهره من امبارح، وقافل تليفونات ورافض اننا نزعجه. خلاص يا فندم، يبقى نرجعها للمرسل. استنى، انا ممكن اخليك تقابل مدام سحر، مديره مكتبه، هي ممكن توصلك بمكانه. مدام سحر. كيفك؟ تحت أمرك. منى؟ 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 شكرا.
هشام فين؟ خرج. خرج؟ طب وفين الورق؟ معاه. معاه؟ هو خده ليه؟ ادعي لي معتصم. بالنهاد عايزاك. انا وصلت. صباح الخير يا بنات. انت فاكر ان انت هتقبض مرتبك الشهر ده عادي؟ اه عادي حضرتك، انا شغال اهو. شغال اهو. انت شايفني عبيطه؟ يا ابني انا شفت كل حاجه وورد عليا كل الناس اللي انت ممكن تتخيلهم. انا بقالي 20 سنه في الشغلانه دي، يعني شفت اللي زيك كتير قوي، وعلى فكره انت مش جديد، انت مكرر. انا اسف بس انا والله ما فاهم في ايه. مش فاهم في ايه؟ بقالك اسبوعين ثلاثه حاطط لي ورقتين تحت بطك ورايح جاي بيهم على اساس ان انت شغال وساكتين لك، تقوم تزود التيم مبلغ وما تجيش بقالك يومين، على اساس ايه؟ انت فاكر نفسك شغال فين؟ حقيقة انا كان عندي ظروف، وبالنسبه للورقتين دول ده شغل. انا شغال في موضوع مع الاستاذه رضوى، حضرتك ممكن تساليها على فكره. يا ابني انت بتحلل مرتبك ازاي؟ انت ما عندكش ضمير خالص. استاذه نهاد ارجوكي لحد هنا وريت نقف. انا ما اسمحش لحد يغلط فيا. انت اللي بتغلط في حق نفسك. انا من ساعه ما جيت الجورنال لحضرتك وانا عمري ما قصرت في حاجه اتكلفت بيها. انت عمرك ما هتفلح في الشغلانه دي، ولا عمرك هتعمل اي حاجه ليها قيمه. اتفضل على مكتبك وانا هقعد مع مدام رضوى ونشوف هنتصرف معاك ازاي. اتفضل. ستي مش زعلان، انا بس عايزه افهم هي عايزه ايه. هتقول لها بتعمل ايه مع رضوى يمكن تشيلك من دماغها ونرتاح كلنا. لما افهم انا الاول هبقى افهمكم. اتحكي. ننجح صيام النهارده ولا يا حباشا؟ سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. رضوى، في ضيف عشانك. عمر، انت عرفت تيجي هنا ازاي؟ زياد فين؟ سبته عند بابا. فهموني ايه اللي بيحصل؟ وهشام فين دلوقتي؟ مش دي المشكلة دلوقتي، ما دام عرف يوصل لنا يبقى لازم نتحرك ونروح مكان تاني. عملت ايه يا نهاد؟ بحاول معايا يا استاذ وبضغط عليه بكل الطرق عشان يتكلم. أنا عايز أعرف كل تفاصيل الموضوع ده النهارده قبل بكرة. حاضر يا استاذ، هحاول معاه تاني. خير يا سيادة المقدم؟ ايه الموضوع المهم اللي خلاك تصمم انك تقابلني بدري كده؟ أظن يا سيادة المستشار بس سمعتك ومواقفك تخليني ماليش حد اثق فيه الا حضرتك. ده واضح بقى انه موضوع مهم. الموضوع ليه علاقة بالورقة ده، ومستني اسمع رأي حضرتك فيه. المكان هنا امان ومش ممكن حد يصابكوا فيه. الورق لازم يرجع والا كلنا هنبقى في خطر. امال احنا في ايه دلوقتي؟ ارجوكم مفيش حاجه هتتحل من غير الورق. معلش انا اسف يعني، بس هشام ده بيدخل نفسه في اللي ملوش فيه. انت جرجرتنا في مشاكل مالناش علاقه بيها، وهتكون متخيل ان هشام ممكن يشارك في حاجه ضد القانون، تبقى غلطان. احنا مش جايين نغلط بعض يا منى، ارجوكي ارجوكي ساعديني. لازم تلاقي طريقه نوصل بيها لهشام باقصى سرعه. الوقت مش في صالحي، وانا بوعدكم ان كل حاجه هترجع زي الاول واحسن كمان. زي الاول واحسن كمان؟ ياه، بالبساطه دي. انا مش متاكده ان هشام خد كل الورق ولا لا. هشحن تليفوني واكلمه. مش فاهم. انا اسف، اسف لحضرتك واسف ليكي طبعا. انا دخلتكم في حاجه مالكمش اي علاقه بيها، بجد انا اسف. اسمك